الإسرائيلية بجامعة عين شمس. أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور أستاذ أحمد، مساء النور عليك. خلينا نبدأ من الهدنة، نبدأ من الإجراءات اللي تمت على مدار الساعات الماضية. إيه اللي حاصل في الداخل الإسرائيلي بعد الإعلان رسميا عن الهدنة؟ الحقيقة حالة من الاحتقان الشديد في الحكومة الإسرائيلية في أعقاب التوصل لاتفاقية هدنة بوساطة مصرية وقطرية. الحكومة الإسرائيلية حصل فيها انقسام حاد ما بين بنيامين نتنياهو من جهة ممثلة لحزب الليكود والمستوى العسكري وزير الدفاع وقادة الأركان وقادة الأجهزة الأمنية وأحزاب الصهيونية الدينية وحزب عثمان أوديت. حصل مشكلة قبيل إتمام الصفقة بسبب أن الأحزاب الدينية المتطرفة عندها التزام تجاه الناخبين بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مهما كان الثمن، في المقابل الضغوط السياسية من مظاهرات شديدة من أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي والكنيست لم تترك مجالا لبنيامين نتنياهو سوى الرضوخ لمطالب المقاومة الفلسطينية من حيث إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون، عدد 150 أسير تقريبا، وكذلك السماح بالمساعدات الطبية والغذائية وسائر المساعدات والوقود عبر معبر رفح، وإيقاف إطلاق النار لمدة 5 أيام لإتمام هذه الصفقة على مراحل. يخرج 10 أسرى إسرائيليين كل يوم حسب درجة التزام إسرائيل بالاتفاق. الواقع اللي حصل وده مهم جدا نشوفه عشان نعرف كيف تدار الأمور في إسرائيل، أن حزب الصهيونية الدينية وشريكه حزب عثمان يهوديت أو القوى اليهودية بقيادة بن جفير رفض تماما الصفقة وهدد بالانسحاب من الحكومة ودخلوا في حالة من المزايدة على الحكومة الإسرائيلية لكسب أصوات أكثر من الناخبين المتطرفين في المستوطنات. في هذه اللحظة اضطر بنيامين نتنياهو لتأجيل إعلان الصفقة. لعلك لاحظت أن الصفقة كانت شبه بنودها شبه معلنة على الفضائيات ولم توقع إلا بعد 24 ساعة. في هذه اللحظة رجع بنيامين نتنياهو إلى حزب شاس الديني والقيادات الروحية في حزب شاس وعرض على الزعيم الروحي الديني الحاخام الأكبر لحزب شاس الصفقة ليأخذ مباركته عليها لكي يكون لديه فتوى دينية مقابل الفتاوى الدينية للحاخامات المتطرفين في المستوطنات. فتوى بنيامين نتنياهو تسمح بإعادة الأسرى وبالتالي أعطى للمسألة صبغة دينية مستغلا الدين لخدمة برضو أهدافه السياسية، وفتوى الحاخامات المتطرفين لعدم إعادة الأسرى. وبالتالي بنيامين نتنياهو هنلاحظ في خطابه ليلة اجتماع مجلس الوزراء بالأمس قال أنا بعتمد على فتوى الحاخام موسى ابن ميمون، وهو فقيه يهودي مشهور من العصور الوسطى، عاش في مصر وتربى في مصر وتأثر بالحضارة الإسلامية وكان يعلي من قيمة الإنسان على قيمة الأرض، وبالتالي فقيمة تسليم الأسرى الفلسطينيين بالنسبة لموسى بن ميمون مقبولة في مقابل إخراج الأسرى الإسرائيليين. بنيامين نتنياهو تحدث أيضا عن مفهوم مهم في الديانة اليهودية وحاول يصبغ المسألة بصبغة أنه الرجل الحكيم الذي يلتزم بالتشريعات اليهودية أكثر من الأحزاب الدينية المشاركة له في الائتلاف، وقال أن مبدأ افتداء الأسرى بديون شيفويم المنصوص عليه في التوراة يقضي بإخراج الأسير الإسرائيلي مهما كان الثمن. لكن بعيدا عن استغلال بنيامين نتنياهو للدين هنكتشف أن هذه الصفقة إن أثبتت شيئا تثبت أن الأسرى هم ذراع إسرائيل المكسورة. دائما تستطيع المقاومة لي ذراع إسرائيل وإجبارها على الخضوع والانصياع لمطالب المقاومة عن طريق أسر الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين، كما حدث من قبل في صفقة جلعاد شليت التي تم فيها الإفراج عن شليت بوساطة مصرية مقابل الإفراج عن حوالي 1027 أسير فلسطيني من كبار المقاومين الذين كانوا في سجون الاحتلال. الآن أيضا نحن أمام إطلاق 150 أسير، 3 أضعاف الأسر الذين سيخرجون من أنفاق المقاومة، 50 أسير إسرائيلي ويمكن كمان معظمهم هيكون من أصحاب الجنسيات المزدوجة، إسرائيلي معه الجنسية الألمانية أو ما شابه أو أمريكان،
او امريكان بالضبط، لكن في الواقع اسرائيل في هذه الفتره يدرك كثير من المحللين ان اتمام وقف اطلاق النار لمده 5 ايام ثم بدء اطلاق النار فسوف يبدا الامر بقدر من التراخي انتظارا لصفقه اخرى يخلق فيها 50 اخرون ومن ثم 50، وبالتالي تبدا عجله الحرب وفقا لوجهات النظر التحليليه الاسرائيليه في التراجع، وبالتالي تبدا المطالبه. دكتور عبود، ربما نتنياهو في مسار العدوان على الشعب الفلسطيني كان كلامه كله انه لن يقبل في اي وقت بهدنه، لن يقبل في اي وقت بوقف اطلاق النار الا بعد الانتهاء من المخطط بتاع اللي هو قال عليه القضاء على حماس. النهارده نتنياهو هو اللي اعلن امبارح وقال ان احنا بناخد قرارات صعبه ولازم ناخد هذه القرارات وهذه القرارات صحيحه. ايه اللي دفع نتنياهو الى القبول بهذا الامر؟ في الواقع صراحه ده مهم للغايه. نتنياهو وضع هو والجيش الاسرائيلي بنك اهداف يشتمل على القضاء التام والنهائي على حركة حماس في القطاع وتدمير كل عناصر حركة حماس وقتلهم عن بكرة أبيهم كما هدد من قبل. ثانيا إعادة المخطوفين بالقوة العسكرية، ده بنك الأهداف الإسرائيلي بشكل أساسي. النقطة الثالثة طبعا ترتيبات اليوم التالي لغزة، ونترك هذا الآن جانبا، لكن من ناحية الهدف الأول القضاء على حركة حماس لم ينجح نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي في هذا الهدف. حتى المحللين المنصفين في الإعلام الإسرائيلي، محللين عسكريين، يتحدثون عن أن المقاومة الفلسطينية تتبع تكتيكات حرب العصابات مع الإسرائيليين وتوفر وتدخر طاقتها وتوزع مجهودها على أيام الحرب. معنى لما بنشوف العمليات المشهورة باسم العمليات من المسافة صفر، هي مجموعات صغيرة من المقاومة تخرج من الأنفاق ومن مخابئها لضرب بشكل نخبوي أو بشكل قوات الكوماندو لضرب الآليات الإسرائيلية وقتل الجنود الإسرائيليين، ثم تعود سريعا إلى مخابئها مرة أخرى. ولا تلجأ المقاومة أبدا لحالة مواجهة عسكرية مباشرة الجيوش النظامية مع الجيش الإسرائيلي، لأن مثل هذه العمليات لن تكون في صالح المقاومة لكنها تلتزم اكتكاف الحرب غير المتكافئة. فبالتالي من ناحية الهدف الأول اللي حضرتك ذكرته القضاء على حماس، يعلم الإسرائيليون جيدا أن القضاء على حماس كما قال الرئيس السيسي من قبل من اليوم الأول سوف يستغرق سنوات وسنوات إن أرادت إسرائيل أن تفعل ذلك فعلا. وبدأ الإسرائيليون من محللين عسكريين وخبراء يتكلمون عن صعوبة القضاء التام على حركة حماس. الهدف الثاني إعادة المخطوفين، فهذه أيضا نقطة من نقاط الفشل الذريع. ما رجعوش ولا واحد، يعني كل ده ودخل مستشفى الشفاء ودخل لشمال غزة ودخل مدينة غزة نفسها ولم يستطع إحضار جندي إسرائيلي واحد. النهاردة كنت أستمع للإذاعة الإسرائيلية وكانوا يتحدثون عن فيديو غريب جدا، كان جندي إسرائيلي يمسك ميكروفون ويتابع حركة الفلسطينيين الذين يسيرون في الممر الآمن ويقول لو كان هناك، يكون بالعبرية طبعا، لو كان هناك أطفال في هؤلاء في هذا الطابور يتحدثون العبرية فلا يخافوا وليأتوا إلينا. ويبحث عن المخطوفين في قطاع غزة بميكروفون وكأنه ينده أو ينادي على طفلا مفقودا في الشوارع. طبعا هذا كان موقفا مضحكا للغاية ومثيرا للسخرية من قدرة الجيش الإسرائيلي على استرجاع الجنود. وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية تسخر من حزب القوى اليهودية الذي يعارض الصفقة وتتساءل هل يستطيع الجيش الإسرائيلي عبر الميكروفونات والنداء في الشوارع في غزة إعادة المخطوفين أما أن إسرائيل مضطرة للجوء للصفقة. وبالتالي هذا قضاء على بنك الأهداف الإسرائيلي إعلان لفشل نتنياهو. هذا الفشل يا أستاذ أحمد سوف يعني يأخذ الطابع الرسمي والطابع الاحتفالي إذا تم البدء في الصفقة صباح الغد من 10 صباحا. سوف نرى الأسرى الفلسطينيين يعودون إلى غزة أو إلى الوسيط عبر معبر رفح كما سوف تتم الصفقة، وهم محملين بشهوة أو بهالة الانتصار. وسوف نرى الأسرى الإسرائيليين يخرجون من أنفاق المقاومة ويستلمهم الجانب الإسرائيلي وهو مكلل بالذل والعار. وبالتالي سوف تكون هذه العملية وهذه الصفقة هي طوق النجاة بالنسبة
لبعض الوزراء في إسرائيل العسكريين الذين دفعوا في اتجاه الصفقة، وهي حبل المشنقة الذي سوف يلتف على مستقبل بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين. دكتور عبود، إيه اللي يضمن ويضمن نتنياهو ويضمن أي حد إنه الناس اللي خرجوا النهاردة الأسرى دول واللي بعد كده بعد بكرة ولا غيره إنه نتنياهو ما يقبضش عليهم تاني؟ ده هو عمال يدخل بيوت يقبض على الناس ويعمل اعتقالات يعني، وهو افرجت عنهم وممكن رجعهم تاني السجن بكرة او بعد او بعد الهدنة. في حد يضمن؟ او ممكن حتى يقتلهم. في حد يضمن ده؟ حد يضمن نتنياهو؟ هو اسرائيل طبعا يعني لا تتورع عن فكرة القتل وفكرة سفك الدماء العربية، وده لاسباب كتيرة جدا يطول المجال او يقصر المجال عن شرحها. لكن ممكن ناخد في اعتبارنا ان بنيامين نتنياهو الان يعني عدد القتلى في قطاع غزة حسب الأرقام المعلنة يتجاوز 14 ألف شهيد، وبالتالي القتل هذه آلية إسرائيلية مستمرة. لكن ما يهمون الآن أن أنك أمام صفقة تضع بنيامين نتنياهو مكبلا ببعض القيود. يعني الاتفاق ينص على إخراج 10 أسرى إسرائيليين في كل يوم. مع كل يوم يتوقف الطيران الإسرائيلي عن مراقبة القطاع من الجنوب تماما ومن الشمال أو توقيتات متفق عليها، يستطيع رجال المقاومة إخراج 10 أسرى آخرين. إسرائيل الآن في حالة خليني أقول لك في حالة ترقب شديد لخروج الأسرى، لأن مسألة الأسرى زي ما قلت لسيادتك مسألة ذراع مكسورة بالنسبة لإسرائيل. المواطن الإسرائيلي العقد الاجتماعي بينه وبين الدولة هو الأمان والحماية. فكرة انه يكون يفتدي دولته بروحه وحياته هذه فكرة غير موجودة في العقلية الإسرائيلية بالمرة، وبالتالي كل العائلات الإسرائيلية تضغط بمنتهى القوة على بنيامين نتنياهو لإخراج الأسرى. خليني أقول لك مشهد طريف لكنه ليه دلالة مهمة. عارف ايه اهم واكتر شعار منتشر في المظاهرات في الشارع الاسرائيلي لاخراج الاسرى واللافته المشهوره جدا؟ لافته يمكن تكون حضرتك لاحظتها وبعض المشاهدين مكتوب عليها رقم 64. الهتافات في المظاهرات خدوا ال 64 ورجعوا الاسرى المخطوفين. ال 64 دول المقصود بيهم وهو المشار بيهم الى 64 عضو كنيسة هم اعضاء الحكومه الاسرائيليه برئاسه بنيامين نتنياهو. بمعنى ان العائلات في الشارع تطالب حماس باخذ نتنياهو ووزرائه ال 64 رهينه مقابل الافراج عن 240 رهينه اسرائيليه. مش فارق معاهم نتنياهو وحكومته، عايزين ولادهم. نتنياهو انتهى بالضبط. نتنياهو بالنسبه للشارع الاسرائيلي انتهى تماما، هي مساله وقت. امبارح التلفزيون الاسرائيلي بيعرض برنامج تهكمي اسمه ساخر اسمه بلد رائعه، بيجي بنيامين نتنياهو وبتيجي جولدا مئير بمناسبه حرب اكتوبر، فبتقول له انا جاي اشكرك ان انت نسيت الناس هزيمتي في حرب اكتوبر، والاسرائيليين كلهم ما بيتكلموش دلوقتي غير عن هزيمتك في طوفان الاقصى. فكأن جولدا مئير بعثت الى الحياه مره اخرى وتشكر نتنياهو على انه استطاع. طيب دكتور عبود، انه عندي معلش لانه في حاجات كثيره واسئله كثيره، وانا عايز يعني حضرتك باعتبارك متابع هذا الامر بشكل مستمر، في حاله الست ساعات اللي بيتكلموا عليهم مفيش طيران ولا طلعات جويه من الطيران سلاح الجو جيش الاحتلال، هم طبعا ده له هدف انه لا ترصد، مش كده؟ بالتاكيد عشان اسرائيل لا ترصد حركه خروج الاسرى من مخابئهم، وبالتالي تعرف الاماكن، لانها حتى الان عندها مشكله شديده جدا في تحديد. المخابرات الاسرائيليه بتعتبر نفسها اقوى او من اقوى اجهزه الاستخبارات في العالم. نعم. وبالتالي الفشل الذي منيت به يوم 7 اكتوبر في اتوقع هجمه المقاومه الفلسطينيه على غلاف غزه يتلوه فشل في تحديد اماكن الاسرى داخل غزه. غزه في النهايه قطاع ضيق وصغير، وكانت طوال الوقت تحت الرقابه الاستخباريه الاسرائيليه على مدار ال 24 ساعه، الى جانب طبعا تجنيد العملاء والاستخبارات الحديثه والتكنولوجيه وكذا. ومع ذلك لم يستطع الاسرائيليون ولا اجهزه المخابرات الاسرائيليه ولا المحققون من الشباك المنتشرون في قطاع غزه. النهارده بنشوف في الاعلام الاسرائيلي بعض المحققين من جهاز الشباك وهو جهاز المخابرات الداخليه الاسرائيليه بيتكلموا عن انهم بيقبضوا على اهالي غزه ويحققوا معاهم ميدانيه.